السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. من حق الأردنيين أن يتساءلوا عن أحوالهم المالية، خصوصا وهم من تحملوا الأعباء تلو الأعباء أملا بمستقبل أفضل. ضريبة دخل، قرارات اقتصادية متتالية، أسعار بتنا من خلالها نتقدم مصافي الدول في ارتفاعها، ونقول سنخرج من عنق الزجاجة أم لا. اليوم نسعى إلى تقييم واقعنا المالي ونتساءل إن كنا نسير في الطريق الصحيح أم لا. الأهم، إن كان طريقنا الصحيح هذا سيؤدي إلى تحسن أم مجرد ثبات ووقف استنزاف. نتابع بداية آراء مواطنين حول إن كنا خرجنا من عنق الزجاجة أم لا. والله ليس إحباطا، ولكن الواقع اللي بنشوفه أنه عمرنا ما رايح نخرج من عنق الزجاج، المثل اللي هم يعطونا إياه، لأنه الوضع اللي مبين عنه هان الوضع الاقتصادي. أعتقد أنه ما راح نخرج من عنق الزجاجة. الأسباب أنه إحنا في المملكة الأردنية الهاشمية ما عندنا خطط مستقبلية للوضع الاقتصادي في البلد، ما عندنا استمرارية للأمور هاي كاملة. وغير هيك إحنا معظم الجهات أو المؤسسات اللي بيجينا منها دخل للمملكة الأردنية الهاشمية معظمها مباع. إن شاء الله، يعني حسب المؤشرات المتاحة مؤخرا في تحسن بالوضع الاقتصادي. طبعا جميع المؤشرات هي بهمة جلالة سيدنا إن شاء الله، وحيث يبذل كافة الجهود اللازمة للخروج من الأوضاع الاقتصادية الحالية. موضوع الخروج من عنق الزجاج في ظل الحكومات المتعاقبة اللي قاعدين احنا نتعايش معها، يعني هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع المرير اللي احنا قاعدين بنعيشه كمواطنين. احنا كمواطنين قاعدين بنعيش على دخول ناس شهرية كرواتب، يعني بصرف عليك الراتب 48 لثلاث أيام، من 48 ساعة لثلاث أيام، وبعدها السوق بتلاقيه ركود تام. إذن اليوم نناقش أحوالنا المالية مع ضيفينا وزير المالية دكتور عز الدين كنكري. أهلا بك، شرفنا بحضورك. أهلا فيك، مساء الخير. ورئيس اللجنة المالية النيابية دكتور خالد بكار. أهلا دكتور خالد، شرفنا بحضورك. مساء الخير. أبدأ من دكتور عزوة. أول إشي عشان نكون متفائلين، أكثر من 6 أشهر مر من هذا العام، طمنا عن وضع الموازنة اليوم. شكرا يا سيدي وعلى هذا اللقاء الهام. وزي ما تفضلت، اليوم إحنا خلال 6 شهور الأولى احنا يعني وضع الموازنة بننظر له على العجز، فالعجز كان يعني ضمن العجز المستهدف، رغم انه كان هناك في الإيرادات، زادت الإيرادات عن نفس الفترة من العام السابق بحوالي 150 مليون دينار، لكن هي اقل من المقدر. طبعا هي في اسباب كثيرة ليش هي اقل من المقدر، وايضا في جانب النفقات كانت في النمو الطبيعي اللي هو حوالي 2% النمو الطبيعي، فبالتالي كان العجز ضمن المستهدف. اليوم اذا بدي اجي اقيم اول 6 شهور، 6 شهور كانت اول 5 شهور كانت فيها تحدي كبير، يعني الايرادات الضريبيه نازله، العقار ايرادات من العقار نازله، الإيرادات الضريبية، الإيراد الضريبي نزل في أول 5 أشهر ضريبة المبيعات، لكن ضريبة الدخل كانت ضريبة الدخل طلعت 8%. نعم تقريباً. كانت طالعة، لكن ضريبة المبيعات والجمارك والعقارات طبعاً لكل واحد في أسباب نحكي فيها، بس اليوم بدأنا نشوف في شهر 6 الوضع أفضل والحمد لله. يعني حتى في جانب أول إشي النمو كان السنة الماضية في الربع الأول 1.9%، السنة 2%، فأحسن، لكن من نتأمل يكون أحسن. أقل ما توقعتم. نعم. أو نعم. ما بنيتم عليه الموازنة. لا، هي إحنا بنينا الموازنة 2.3%. طيب. لكل السنة، اليوم ربع الأول، نتأمل إن شاء الله أنه يكون خلال 3/4 القادمة يكون الوضع منيح. اليوم شهر 6 بجانب العقارات الوضع كثير أحسن، يعني زادت حركة العقارات بشقق في الأراضي في رسوم التخارج. زي ما نعرف إحنا الحكومة اتخذت قرارات حول حزمة في الجانب العقاري، في تخفيض سعر الأساس 20%، في إعفاء من رسوم التخارج،
سماح لإفراز لأربعة دنم بدل عشرة، فكل هذه إن شاء الله ستعمل على تحرك الاقتصاد وبالتالي بتحرك النمو. اليوم ما منقول قرار، أي قرار في الدنيا أثره فورا، لا يأخذ وقت وينمو إن شاء الله. اليوم راح أسألك عن القرارات وأثرها، ولهذه لأنه في سؤال مهم، هل هذا الأثر لقرارات حكومة دكتور عمر الرزاز أم أنها أثر قرارات حكومة هاني الملقي؟ هذا سؤال مهم اليوم، لأنه البعض بيقول إحنا نجني اليوم ثمار ماليا على أقل تقدير ما اتخذ إبان حكومة الملقي، وهذا أنا راح أسألك يا السؤال لاحقا، وبدي أكتفي بهذا القدر في ست أشهر وأسمع رأي مجلس النواب. أوكي. في ست أشهر أولى من عمر الموازنة العام للدولة وضعنا المالي بعد ست أشهر كيف تقيمونه؟ شكرا لك أخي محمد ومساء الخير معالي أبو أمجد. بدون شك الأرقام عندما تنظر لها بالشكل المطلق حقيقة هي أرقام لا تعطيك أريحية مطلقة، وما بتعطينا الطموح اللي إحنا بنينا الموازنة بالاستناد إلى تلك الفرضيات اللي اعتمدنا عليها، وهي أنه يكون في عنا نمو، واعتبرنا أنه في أدنى حالاته هذا النمو سيكون 2.3%، وإيرادات الفرق ما بين الإيرادات عام 2018 لـ 2019 كنا نتوقع أن تتجاوز المليار. هذا يعني هذول نقطتين مهمات. اليوم بدرك أنا أنه مع معالي الوزير أن هناك بعض الأسباب التي حالت دون تحقيق بعض هذه الفرضيات على أرض الواقع، لكن بالنهاية بدنا نتعامل مع واقع. هناك تراجع في جملة الإيرادات، في هناك نسبة نمو لا زالت متواضعة ولا يمكن أنها تخلق لنا حالة استقرار اقتصادي بالوضع القائم. هناك وضع أسوأ وهو الإشارات أنه لما بنطلع على الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات، من الضريبة العامة على المبيعات، هي هذه التي حقيقة تنذر بالخطر. ليش؟ 8% تراجع في أول خمس أشهر. هذه أنا بعتبرها لأنه انعكاس للنشاط الاقتصادي المباشر. لأنه اليوم إذا في عندك قوة شرائية يعني المفروض أن الضريبة العامة على المبيعات أن تتجه باتجاه تصاعدي. ولذلك اليوم ضريبة الدخل مقياس شيء جيد، لكن بالنهاية احنا يعني طالعين من قانون ضريبة جديد. وقانون ضريبة احنا يعني بعتقد انه اتخذنا فيه اجراءات جراحية مؤلمة لكثير من القطاعات. اترك لي معلش بايش قانون ضريبة الدخل؟ لا انا مش راح احكي عن تفاصيل، احكي عن تفصيل سيدي. انا لا اتحدث عن تفصيل، انا بقول ليش اليوم ضريبة الدخل في ارتفاع. القضية لا ترتبط فقط في حصافة إدارة ضريبية، القضية أنه في إيرادات مباشرة تتأتى من خلال موظفين موجودين، كل واحد معلن فبدو يجي إيراد. فالتحدي الحقيقي اللي إحنا بنرغبه هو الإيراد المتأتي من الضريبة العامة على المبيعات، هذا مهم بالنسبة لنا. ولا ننسى أنه إحنا أيضا في يعني بعض المؤشرات الإيجابية كمان بدنا نعترف، إحنا من خلال تقييمنا لهذا الأمر لدينا في نمو في قطاع الصادرات، وهذا مهم جدا، يعني بعتقد أنه هذا بيساعدنا وبأسس إلى النصف الثاني من العام إذا الحكومة شدت براغيها شوية وانطلقت بسرعة الصاروخ وركزت على هذا الأمر، بعتقد أنه راح يكون له إيجابيات أكثر مقروءة مع نهاية العام. اثنين، القطاع السياحي تجربته يعني تجربة ممتازة وبعتقد أنه لازم نبني عليها. هذا القطاع اللي استثمر فيه مبالغ بسيطة، احنا تحدثنا عن بعض شركات الطيران اللي استثمر فيها 8 ملايين دينار، والعام هذا يمكن خصصنا 17 مليون دينار. صح. وشايف انه الامور عم تعطي يعني بتعطي نتائج كثير مهمة وكثير ايجابية. ناهيك على انه في عنا تحدي كبير بعد الحكومة لليوم متباطئة فيه، وهذا اللي انا بتمنى انا واخي معالي ابو امجد على الدوام بنتابع مع دولة الرئيس ومع كل الاخوان، لانه احنا في اللجنة المالية اتخذنا هذا العام ان نغير من نهج المناكفة وانه بس والله بدنا نقعد نراقب على الحكومة ونعرق المسار الحكومة. مش هذا هدف نقولنا ابدا، بدنا اليوم نتشارك دستوريا مع الحكومة بحيث نحقق بعض الايجابيات اللي بتخدم اقتصادنا الوطني. ومن هذا المنطلق بنقول اليوم في تحدي كبير بمنع تنافسية اقتصادنا انه يتقدم، وهو كلفة قطاع الطاقة على كل المؤسسات. واليوم كان في اجتماع بهذا الشأن، واعتقد ان الحكومة جادة في اتخاذ اجراءات جراحية في تخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الاخرى حتى يصير في تنافسية. فاليوم عندما تنظر بشكل عام الأرقام بشكلها المجرد مقلقة، ولكنها محفز لنا. النقطة الأخيرة، أنت بتقول لي الحكومة اليوم جادة في التعاطي مع قطاع الطاقة. نعم. وتخفيض فاتورة الطاقة على مختلف القطاعات. صحيح. تقدر تنمو. صحيح. من وين هذا الكلام؟ معلش. اليوم في اجتماع.
أولا قدمنا في اللجنة المالية مقترح مع لجنة الطاقة لدولة رئيس الوزراء أن يتم تشكيل لجنة وطنية مشكلة من كل القطاعات لدراسة هذا القطاع وتحديد أولوياته، وين الجوانب اللي فيها مراكز كلف مشوهة ومعالجتها. اليوم كان الاجتماع الثاني لهذه اللجنة، وحقيقة أنا ما سمعته أعتقد أنه يعني يبشر بخير، لسبب واضح أن الإرادة عند رئيس الوزراء إرادة قوية جدا، وهي أول مرة أنا بلمسها بهذه الطريقة. اثنين، واضح أن الوزراء اللي مشاركين أيضا يعني همهم التخفيض كلفة هذا القطاع، ومن الواضح أن هناك نية لإعادة دراسة هذا القطاع برمته، مع التأكيد في كل خطوة بكل الدراسات اللي قدمت هي حماية ذوي الدخل المحدود من أي ارتفاع لنفقات الطاقة أو كلفة الطاقة. أنا خايف جراحة عميقة تروح المواطن، ما هو هذا ما بصيرش لسبب، لأنه احنا شرطنا الرئيسي كان هو أنه المبالغ التي تتوفر في وزارة الطاقة بفلس الريف والمبالغ اللي بتيجي في صندوق الطاقة المتجددة وما يتم تحصيله من منح اليوم بده يروح للشريحة اللي هي 450 ألف مشترك اللي هم استهلاكهم بين 1 و160، و600 ألف مشترك الشريحة الثانية اللي استهلاكهم بين 160-161 إلى 300. أنا بعتقد هذولا بدو يتركب لهم الآن، وطرح اللي بعرفه أنا طرح الآن بحدود 2500 أسرة، وفي نية الآن لاستكمال هذه الإجراءات لتمويل المواطنين، بحيث أول 300 كيلو وات اللي اليوم بتكلف المواطن بحدود 10 دنانير فاتورته، هاي راح تكون بالمجان بالمطلق إذا ما قدر للحكومة أن تنجح في تركيب هذه المشاريع أو لسولار إنيرجي اللي هي الطاقة الشمسية. متى المتوقع؟ طرح 2500 وفي 3000 على الطريق، والآن أنا بشتغل بطريقي والحكومة بتشتغل بطريقها مع مؤسسات مانحة ومع جهات، مع مؤسسات قطاع خاص، وبدأ فعليا يعني اليوم في إعلان أن طرح عطاء 2500 أسرة، في 3000 أسرة جايات على الطريق، وفي وراها أيضا في مخطط ماشيين فيه. هذا لتكون فاتورة الطاقة لديهم، لأنه الشريحة التي تصفرها، الشريحة الأكبر التي تحظى بالدعم الأكبر من الخزينة هي هذه الشريحة. 250 مليون دينار يقدم دعما على فواتير الكهرباء للشريحة التي تستهلك بين 1 كيلو و161. ولذلك أنا ما أود أن أقوله أخي محمد أن يعني لا نستطيع اليوم أنه نصدر حكم على الأداء المالي لكل السنة لكل الموازنة، لكن بنقول النصف الأول، النصف الأول طيب. لازلنا لليوم وتيرتنا شوية فيها تباطؤ، بدنا نركز أكثر، بدنا نحسم أمرنا أكثر. وأنا بعتقد الشعار اللي طرحناه معالي أخي أبو أمجد الآن بتذكر جيدا، أنه يجب علينا الانتقال من موازنة الجباية إلى موازنة النمو والتنمية. صحيح. وهذا لا يتأتى إلا من خلال طرح مشاريع كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد كويس. الأردني حتى يتسنى للخزينة أن تعظم من إيراداتها، وهذا بالنهاية سينعكس بالإيجاب على استقرار اقتصادنا الوطني. طب كويس، أنا أنت بتحكي أرقام وكلام جميل، اليوم الأرقام بتحكي، انت قلت ما بنشوفها صماء هيك كارقام بدنا نحكي، بس انت قلت اليوم في تراجع في الايرادات. صحيح، درستوا يعني تسمح لي؟ اه طبعا. ليش في تراجع طبعا الإيرادات؟ وهذا شيء مهم وشكرا لك. زي ما قلت لازم نشوف انه هذا التراجع ليش، هو مش تراجع، هو اقل من المقدر، لكن زي ما تفضلت خلينا نيجي نحكي بند بند ونشوف هل هذا والله كان اثره ليش. اول شيء النمو، زي ما قلنا هذا نمو اقتصاد ككل، يعني الاقتصاد لا يقاس والله هذا أنا مقدر هيك وجبت هيك، لا هذا اقتصاد في عدة عوامل، عوامل محلية، عوامل سياسية، عوامل خارجية، وفي إجراءات. اليوم النمو زي ما حكينا 2% بس، في نمو الحمد لله. ليش الآخر في إشي إيجابي للاقتصاد وسلبي للإيرادات؟ مثال على ذلك المستوردات نزلت أخي خالد كما تعرف نزلت. صحيح. هل إيجابي ولا لا؟ إيجابي، لما تنزل المستوردات شيء ايجابي على ميزان التجارة، لانه الصادرات صادرات زادت والمستوردات نزلت. هسه على جانب الاقتصاد ايجابي، بس بتنزل الايرادات، بتنزل الضريبه المبيعات. يعني احنا واحد من الاشياء اللي بنحكي فيها سبب انخفاض ضريبه المبيعات هو انخفاض الاستيراد، ايجابي للاقتصاد، لكن على الايرادات بيكون سلبي. اثنين، بدنا نشوف احنا في عالم متغير. قبل اثنين بصير ارجع لك على انك بتقول لي احنا نزلنا المستوردات، مش احنا نزلنا، نزلت المستوردات. احنا لغينا اتفاقيه مع تركيا وكان السوق التركي
وردينا كثير عشان نكون هيك انا بحكي معك بيني وبينك ما حد سمع. لا في تحليل لا في تحليل غير هيك. وممكن قوه شرائيه قلت لما انت بتكون نزلت ما عم بيستورد التجار. ما في قوه شرائيه عند المواطن اليوم. اكثر من سبب وبالعكس يعني واحد منهم غرفة التجاره سوت تحليل لقت انه اسعار المنتجات في العالم بسبب اسعار الصرف نزلت 20%. هذا كمان ايجابي يعني قيمة هذا غرفة التجارة سوتها واحد من الأشياء نزلت. طب هذا منيح يعني بيساعد كويس بيكون تستورد كل في أقل منيح بس على الإيرادات بيكون على ضريبة المبيعات سلبي. ليش الثالث إحنا في عالم متطور وبدنا نتواكب معه بدنا نتكيف معه. ما بنغفل إنه اليوم في التجارة الإلكترونية تطورت. اليوم في السيجارة الإلكترونية. اليوم في أكثر من أمور تكيفت فبدك تتكيف معها. اليوم ما بصير تضلك تعتمد على نفس الإيرادات اللي كنت تعتبرها سابقا. بدك تكيف إجراءاتك حتى تواكبها. هذه كانت لها أثر التجارة الإلكترونية لكن إحنا بدنا نشجعها بحيث التجارة الإلكترونية يعني أنتوا عم تدرسوا يعني عم تدرسوا في إنكم شوف ننظمها قبل كل شيء يعني اليوم نحط عليها ضريبه ما هو شوف اقول لك اليوم اجانا صار تضحك لا مش نحط عليها تجاره اليوم قطاع التجاره والصناعه تلقينا كثير شكاوي. ليش انت اخ محمد اذا بدك تروح على محل تشتري ب 150 دينار ليش بدك تدفع ضريبه وصاحب المحل يدفع ضريبه الدخل؟ ليش اذا بدك على الاونلاين هذا مش احنا اللي بنحكي القطاع التجاري غرف التجاري ليش اللي بدك اياه على الاونلاين بدك شيء يدفع؟ سؤال انا بسالك لك هل فعلا عداله؟ اليوم قطاع التجاري قطاع صناعي بيطلب من الحكومه يا سيدي تاخذوا قرار صح بدناش نوقفه كل العالم وهذا مش بس الاردن كل العالم بيشتغل عليه. والسيجاره الالكترونيه السيجاره اللي خسرتنا عشرات الملايين السيجاره يا سيدي واحد من الاشياء الضريبة على الدخان نزلت سببين بدي أقول لك في سبب تهريب دخان وفي سبب السيجارة الإلكترونية. السيجارة الإلكترونية سهل تهريبها لكن هذا برضو زي ما بحكي لك ليس في الأردن العالم كله عم بتطور. قديش كلفتها تقديريا على الموازنة السيجارة الإلكترونية؟ لسه ما يعني ما تم استيرادها ما هي انت بتقول لي تتهرب لا عندكم انخفاض من ايراد انا على قديش انا اثرت مش السيجارة اثرت كلها التهرب زائد السيجارة حوالي 100 مليون دينار يعني 100 اليوم مليون دينار نعم 100 لكن يمكن بست شهور يمكن 100 اذا بدي اكون دقيق حوالي 110 مليون 110 ملايين دينار نزلت تهريب نعم الدخان والسيجارة نعم كلفة على نزلت إيراداتنا بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. والله هذا رقم خطير والتهرب الضريبي ضيف والتهرب عليها. احنا ضيف عليها لا احنا من اجى لا بالدخان طبعا تهرب والسيجارة ال 110 مليون هم تهرب ضريبي تهريب زائد السيجارة الإلكترونية نعم وهذا رقم ضخم رقم لا يستهان فيه ولو بدكم ترخصوها لا كل العالم عم بيشتغل عليه احنا لا في الاردن ما عم نشتغل لحالنا فكل العالم عم بيرخصها مش بس احنا بدي اذكر ابو امجد فيها لولا الاجراءات اللي اتخذت لسه بالشهرين الاخيرات لكان الرقم اعلى من هيك بكثير من السيجاره الالكترونيه لا من التهريب تهريب والسيجاره مجمل الانخفاض في ايرادات الدخان يعني شهر 5 لوحده بالمقارنه بخمسة السنه السابقه كان 33 مليون شهر 6 نزل لخمسة فهذا ببين لك انه الاجراءات اللي ماشيه ان شاء الله انها تكون في الاتجاه الصحيح. طيب بدي اسمع رايك في موضوع الايرادات وانخفاضها بس بعد فاصل لو سمحت فاصل قصير ومن ثم نواصل حوارنا ابقوا معنا. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام توقفنا عند قضيه الايرادات واسمع وجهه نظرك دكتور خالد في موضوع الايرادات. شكرا أخي محمد. لا بدون شك يعني أنا يمكن بتفق جزئيا مع معالي الوزير فيما يتعلق بانخفاض سعر صرف اليورو وكونه إحنا جل مستورداتنا بتعتمد على اليورو وعنا الميزان التجاري مع أوروبا بيعرف بحدود 6.5 مليار تقريبا سنويا فيعني هذا يمكن يكون أثر شوية بس لا يعني هذا مش كل القصة لا بدنا نعترف أنه اليوم شئنا أم أبينا في قوة شرائية ضعيفة اليوم واضح أنه الناس مش عم تقبل على الشراء وعلى الإنفاق
اثنين الناس بدأت تشعر بأن هناك ارتفاع غير منضبط للأسعار في السوق. واضح اليوم إذا بتقارن أسعارنا بشكل عام بالأسواق مقارنة مع أي عاصمة بدك إياها مع دول مجاورة أو برا، رح تجد أنه هناك فارق شاسع. يعني في عندنا مشكلة واضح حتى في عملية الأسعار، وهذه مرتبطة ترى مش بس بالكلف وبالضرائب المفروض عليها، أيضا حتى بنسب الأرباح اللي تفرض صحيح. على بعض المنتجات، وأنا بعتقد أنه هي بدها أيضا مراجعة. زائد أنه دائما وأبدا هذه قاعدة معروفة، أنه كل ما ارتفع الأسعار كل ما الإنسان مال إلى الترشيد إنفاقه أكثر، ولذلك هذا بده يخفض من نسبة الإنفاق. والأهم من هذا كله، خلينا نعترف أخي معالي أبو أمجد، أن ثقة المواطن الأردني باستقرار الاقتصاد الوطني لا زالت ضعيفة، وهذا اللي احنا بحاجته. هذه ضعيفة بس يا سيدي، يلا خليني أسميها زي ما بدي، وانت بعدين بتقدر تسميها سلوى، انت حر. ما أود هنا أن أؤكد عليه أنه اليوم احنا بأمس الحاجة إلى بث روح التفاؤل عند مواطننا، أنه لا يجوز أنه نظل نغتال أنفسنا بهذه الطريقة. لسبب، اليوم أنا لما براقب أرقامي الاقتصادية، اليوم عندي نسبة الودائع قاعدة بتزيد، قطاع الائتمان اليوم ما يمنح من تسهيلات مقارنة بزيد. مع الودائع الموجودة عند البنك اليوم، عند البنوك واللي مخزنة على أرفف البنوك، اليوم تجد 26 مليار مقابل 34 مليار. هذا يعني أنه في 8 مليار على الأقل، في منهم من المفروض يكون مليارين إلى 3 مليارات هذول قابلات للتحريك، فيما لو أعطينا ثقة لهذول الناس أنه نستثمرهم في مشاريع كبرى تعود بالمنفعة على اقتصادنا الوطني. ولذلك اليوم نتيجة هذا التخوف ونتيجة هذه الثقة المنعدمة عند مواطننا أصبح يميل إلى الادخار أكثر من أنه ينفق أو يستثمر. وهذا بالنهاية كل هذه المعادلة لما بتجمعها مع بعضها إلها أثر سلبي على الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات، ولذلك لا نستطيع أن نعزي ذلك إلى 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 الفرق العملة فقط. ضريبة الدخل على العكس تماما، هناك بعض الشركات، لأنه مثل ما بتعرف في بعض الشركات خرجت من السوق وفي بعض الشركات بقيت ووسعت استثماراتها، ولذلك تجد بالتقارير اليوم أنه رأس مال الشركات المودع في زيادة. ترى الشركات الموجودة اليوم اللي رأس ماله مليون صار يمكن مليون ومئتين أو مليون ومية أو مليون وثلاثمية، هذا واحد. اثنين، الشركات الكبيرة اليوم أرباحها قاعدة بتزيد اليوم، تأخذ مقاييس البوتاس الفوسفات الملكية غيرها من هذه الشركات اليوم واضح أنها بتحقق إيراد. حتى الشركات اللي كانت تشكو في بداية هذا العام اللي مساهماتها في سوق عمان المالي واللي شكت وكان في مشاكل كثيرة وتعثر نتيجة قانون الضريبة، حقيقة كان في ردة فعل نفسية قاتلة وكاد أنه سوق عمان المالي انهار في تلك الفترة. اليوم الشركات بدأت تتعافى وأرقامها واضح أنه قاعدة تعطي مؤشرات أنها بتتحسن. هذا يعني أنه علينا أن نقتنص هذه الفرصة اليوم وأن نبث روح التفاؤل، والحكومة هي التي يجب أن تبادر وتفوت بهذه المشاريع الكبيرة اللي بتحرك كل القطاعات. اليوم أنا لما بتعامل مع مشاريع النقل الكبيرة معناته أنا بحرك كل القطاعات من خلال استثماري في قطاع النقل. اليوم أنا لما بطرح مشاريع المياه، اليوم لا يعقل أنه بعدنا بنتحدث عن نسبة فاقد 50% في قطاع المياه وبعدنا بنتحمل 300 مليون دينار كل سنة خسائر سلطة المياه. لا يعقل اليوم نتحدث عن فواقد في قطاع الكهرباء وبعدنا مش قادرين نعالج هذه القضية. أنا بعتقد هذه إجراءات مهمة جدا يجب أن نتحرك لها، فالقضية لا تتعلق فقط بأنه والله لأنه انخفضت عند الضريبة فقط هي هذه المشكلة، لا، هناك أيضا مأساة أكبر من ذلك وهي متعلقة بالنفقات في جزء من مراكز الإنفاق. إذا ما تم مراجعته أعتقد أننا سنوفر، يعني إذا بدي أكون متواضع بالرقم وأنا قلت قبل هالمرة، اليوم إذا أخذنا قطاع المياه لوحده أنا بعتقد أنه في عندنا الكهرباء والفاقد يشكل أكثر من 600 إلى 700 مليون دينار. طيب. وهذا رقم يعني يستدعي أن تستنفر الدولة كل مؤسساتها في سبيل أن تضبط هذا الأمر. ناهيك عن النقاط اللي طرحها. يعني هي تستنفر، إحنا معنا مشكلة. يا سيدي إحنا قلنا في بعض أخي محمد، ما أنا أنت المياه بتقول لي 50% فاقد وإحنا بنعاني. أخي محمد. وبنقول كهرباء وعندنا مشكلة. أخي محمد أنا واجبي أحث وأذكر على الدوام. واجب الحكومة أن تستجيب وتسير في هذا الأمر. جميل. اليوم إحنا بنطرح المشاكل عنا في السريف، اليوم الخزينة أخذت قرار. شيك رجع. اليوم الحوافز في قطاع الصحة، أنا وهي بالمناسبة واسمح لي بدقيقة بس أوضح، لأنه سمعت نقد من نقيب أطباء وغيره بيعتقد أنه وكأنه الاجتماع اللي عملته باللجنة المالية مع وزارة الصحة وأعلنت فيه أن الحوافز 128 مليون وكأني أنا ضد حوافز الأطباء. مش هذا الكلام الصحيح. أنا قلت أن الحوافز يجب أن توجه توجيها سليما.
اليوم عندي أنا نسبة الهجرة الخروج من أطباء وزارة الصحة كبيرة عالية. ليش؟ لأنه دخله متدني، لأنه طيب. حوافزه متدنية. لأنه كم الحوافز 128 مليون بتوزع على كل المهن اللي أنا بحاجتها واللي مش بحاجتها، لدرجة أنه أجتني ملاحظة أن هناك 3 موظفين مأمورين مقسم يعملوا في مركز صحي واحد، 3 بأخذوا عمل إضافي. هذه جريمة. قلنا بدنا قونن هذا الأمر ونحط له أسس حتى الطبيب يستفيد منه أكثر. هذه هي النقاط اللي احنا نعمل جاهدين كويس. لإيصالها للحكومة حتى تأخذ فيها. دكتور عز، تطبيق الضريبة بلش الدخل. نعم. شو الوضع؟ يا سيدي، تأثر المواطن ما تأثر؟ يا سيدي يعني ما زال مبكر، يعني احنا بدأ من أول السنة. اليوم كيف تقرأ الوضع اليوم؟ اليوم شوف، ضريبة الدخل يعني أكثر عدالة من أي ضريبة أخرى، لأنها بتتعامل بالدخل. إذا كان دخلك أعلى بتدفع أعلى. اليوم الفترة السابقة هاي كانت كلها ضريبة الاقتطاع الموظفين، لسه ما بدأ أثر هذا القانون على الشركات، لأنه في شهر 7 بموجب القانون الشركات تدفع 40% من ضريبة الدخل حسب القانون الجديد المتوقع. لكن إحنا بدنا نشوف، هي العدالة أنك تأخذ من الغني وأيضا تدعم الفقير. والحكومة ما غفلت كمان على شبكة الأمان الاجتماعي. اليوم 800 مليون حوالي بتم دفع دعم، يعني خلينا نسميه دعم بأشكاله، وبدي أذكرهم: دعم نقدي 140 مليون، صندوق المعونة الوطنية 131 مليون، كان 100 زادت. أنا كل أثره على الآن اليوم، إحنا كنا على الطلاع. خلينا أكمل لك إياهم. عارفين الإجراءات بس بدنا اليوم كيف قرأته أثره على المواطن، أثره على الخزينة. مثلاً إحنا بنحكي لما نقول ضريبتنا بعد قلت قوة شرائية، قلت البعض بيقول لك ما هو الموظف اللي كان يأخذ من ضريبته مثلاً في الشهر 200 دينار صاروا 250 دينار، 50 دينار هدول وفرهم يمنة ويسر من مصروفاته. صحيح غير صحيح؟ لامسينه مش لامسينه؟ يا سيدي زي ما حكيت لك، القانون لسه صار له 4 شهور، دائما لازم نقيم على أرض الواقع. أجي أقول لك والله صار تقييم لسه بالهاي، ما في تقييم بكون دقيق. بتكون حقيقي إذا أنت لسه والفوترة ما ترى. بس أنا بدي أكمل لك، صندوق المعونة المعالجات الطبية 250، دعم الجامعات 72. فهي صار في على الدخل اللي صاحب الدخل العالي بدفع، وأيضا الفقير طيب. يدعم. بدي أستأذنكم ضيوف الكرام لنتابع تقرير الآن. أوكي. هذا التقرير يتحدث عن حال المواطن بعد إقرار ضريبة الدخل الجديدة. خلينا نتابع سوية ثم نواصل حوارنا. لا يمكن أن نزيد فلس على رغيف الخبز، لا اليوم ولا في أي وقت. عبارات براقة وشعارات رنانة مطلقها رؤساء حكومات والضحية المواطن. فإذا سألوك يوم الامتحان من صاحب عبارة رفع الأسعار وأحياناً الضرائب لن يمس ذلك الطبقتين الوسطى والفقيرة، فلا تقلق. أي مشروع قانون ضريبة للدخل سيخرج سنضمن ألا يمس الطبقات الوسطى. لن ترفع الكهرباء عن كل مواطن تصل فاتورة إلى 50 دينار. منذ حكومة الدكتور عبد الله نسور ولغاية اليوم يعيش المواطن الأردني حالة استنساخ للمصطلحات الاقتصادية العابرة مع الحكومات، وكأن الحال ذات الحال بغض النظر عن تغير الزمان والواقع وتعقيداته. طبيعة الحال أنا عم باخذ راتبين، أنا موظف ومرتي موظفة، يعني مدخل أنا دخل راتبين على البيت. هلأ إحنا مقسمين مصروف البيت يعني كراتب وكراتبها، هي عم تستخدم راتبها لشغلات معينة في البيت وأنا بستخدم راتبها لشغلات معينة بالبيت. هلأ مرتي عم تستخدم راتبها لشو؟ عم تدفع في عندها سيارة هي طبعاً، أنا عندي في البيت سيارتين وهي سيارتها على البنك، عم تدفع قسط سيارتها للبنك. قررنا أن نكون واقعيين اليوم وابتعدنا عن عالم الأرقام والشعارات والحسابات الحكومية
وذهبنا لقضاء يوم كامل وقت استلام الراتب مع مواطن، واخترنا أن يكون من الطبقة المتوسطة، عسانا نقنع الحكومات أن الواقع ليس كما ينسجون. أجار بيتي 300 دينار، بعد 300 دينار بصفي عندي كهرباء، بصفي عندي مي، بصفي عندي فاتورة إنترنت. فمبدئيا الراتب طار، أنا لسه ما عبيت بنزين، لسه ما جبت أغراض للبيت، ما كملت ولا أي شيء باقي مستلزمات البيت اللي بدي أغطيها. رسوم على المحروقات، وضرائب مقطوعة، ورفع هنا ورفع هناك، والدخل واحد. وما بتروح في شيء اسمه ضريبة، سواء منتجات غذائية، احتياجات أطفال، احتياجات للبيت، منظفات، إيش بدك تحتاجه في البيت كله على ضريبة، والضريبة كلها ارتفعت على مش على سلعة معينة، إحنا بنحكي على كل سلعة على الضريبة. لن يختلف الوضع معك في آخر الشهر، إلا أنك ستذهب لسداد الديون وتنفيذ بعض المشتريات والواجبات العالقة. واعلم عزيزي المواطن أنك ستبقى تدور في فلك تلبيس الطواقي حتى تنقلب بك وتعود للطبقة الأسفل. هلا بدنا نحكي عن موضوع البنزين، موضوع البنزين كل مواطن بالأردن حاسس فيه، سواء كان مواطن عادي أو مواطن متوسط المعيشة متوسط أو مواطن خلينا نحكي معاه فلوس. أنا بنزين معبي سيارتي بدي بالشهر أنا 3 فل، أنا شغلي بآخر الدنيا، أنا شغلي على طريق المطار، لما بدي أعبي بنزين بالسيارة أنا بالأسبوع لما بدي أطلع 5 أيام بالأسبوع على المطار، بنزين السيارة هذا وين بدي أروح؟ طبعاً مصروف هذا بنزين. الأولويات تبدلت، وطريقة الإنفاق اختلفت، والنتيجة مواطن جديد يتجه للدرك الأسفل مادياً. نسبة الزبائن قلت، يعني كل شيء قاعد بيرتفع والشغل قاعد بينزل. يعني اللي كان يجي يحلق عندي كل أسبوع يجي مرة صار كل شهر مرة. الناس بدي يعني بدي حال ببيتها على سياراتها، يعني آخر شيء عند السيارات، فطبعاً إجباري تنزل الحركة. كنا واقعيين وحاولنا أن نجمل الواقع وأن نساعد الحكومة في موقفها، وأن المواطن يستطيع أن يتحمل الضرائب وأنه يستطيع التأقلم معها. حاولنا كل ذلك ولكن إذن كان هذا تقريراً حول يوم استلام الراتب، كيف يصرف المواطن الأردني ما يحصل عليه من رواتب يوم الراتب. بعد فاصل سنواصل حوارنا، ابقوا معنا. نواصل حوارنا أعودهم الكرام، وأسمع تعقيبك دكتور خالد. هذا يوم مواطن أردني استلم راتبه وراح صرفه، ما يظل منه إشي. يعني بدون شك بتفق، لا يملك أي عاقل إلا أن يتفق مع المواطن الأردني أنه في عنا في عبء ضريبي مرتفع، في أسعار ارتفعت، في كلف على المواطن حتى بالحاجات الأساسية أصبحت يعني مرتفعة ولا تطاق ولا تحتمل. وواضح أنه مواطن الأردني تعب لسبب، لأنه اليوم مستوى حياة المواطن يعتمد على معيارين، على كفتين ميزان، كفة نفقاته وكفة إيراده. خلال السنوات الماضية كل اعتمادك كخزينة هو فقط على الإيراد المباشر، رفع ضرائب، رفع زيادة رسوم، خلق رسوم خدمات إلى آخره. وبذات الوقت لما بتطلع الجانب الآخر من الميزان وهو مداخيل الناس، يعني التحسن إذا مش منعدم فهو طفيف جدا، لغاية أنه هيك نسميها زي ما كانوا يدرسونا بالمختبرات، لا يرى بالعين المجردة. يعني حتى نسبة الزيادة شيء يعني لا يذكر. صحيح. هذا لما بدك يعني تعمل هذه المقارنة بدون شك مواطننا تعب. ولذلك إحنا بتذكر أخي معالي وزير المالية قلنا أنه الصندوق النقد الدولي يعتمد دائما وأبدا على إلزام الحكومة بمشروع إصلاحها المالي أن تتخذ من إجراءات ضريبية مباشرة لتحقيق إيراد للخزينة بنهاية العام، بس شو انعكاساته الاجتماعية هذا مش همه، ملوش علاقة. هذا زلمه مستشار مالي بيور بيجي بقول لك بدك تجيب لي آخر السنة 300 مليون من هذه المبالغ. للأسف إغفال الحكومات ومتخذي القرار سابقا اللي ما بهذيك الأيام حطوا حد لهذا الأمر، خلوا الأمور تتراكم إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. واليوم أنا مش بدافع عن الحكومة ولا الوزير، هو بدافع عن حاله،
لكن كل اللي بقوله أن الإرث أصبح معقد لدرجة اليوم مين ما جبت من خبراء الإدارة، مين ما جبت من خبراء المال، في ظل الوضع القائم اللي أوصلونا إله لا يستطيع بعصا سحرية اليوم أنه يحقق أثر إيجابي ملموس للمواطن. دكتور خالد بالله عليك، المواطن ما زهق من دباجة قرف. أنا ما بقول لك الحكومة إن عشر حكومات بنقول الحكومة اللي وراها، الحكومة اللي قبلها، الحكومة هاي بتيجي تقول الحكومة اللي قبلها، اللي قبلها اللي قبلها. أنا كل اللي بقدر أقول لك إياه اليوم بصفتي رئيسا للجنة المالية، كل اللي بقدر أقول لك إياه بهالفترة اللي أنا فيها وبالفترة اللي سابقة اللي مرئية أمامي، وبعرف أخي وزير المالية وحضرتك بتعرف وناقشنا هذا الأمر قدامك، لم نترك أي جانبا به تطاول على المال العام أو به يعني مركز إنفاق خارج عن الأطر المضبوطة إلا قاعدين بنحاول نضبطه. لكن أقول لك بصراحة الحمل كبير وثقيل وشغالين عليه. لا يعني إنه هذا ما بدي يفهم من كلامي إنه والله إحنا يعني كاصين كتابنا بنقول إنه والله يعني الأمر مستحيل، أبدا مش مستحيل، إحنا بنشتغل، لكن الوقت يداهمنا. لا يمكن في 4 أو 5 شهور أو 6 شهور إنك تحقق هذه الأثار الإيجابية. لكن اليوم مواطننا تعب، نعم تعب. مواطننا فقد الثقة بمؤسسات الدولة، نعم فقد الثقة بمؤسسات الدولة. طيب. لأن الديباجة نفسها التي تستخدم من سنوات هي نفسها اللي اليوم لا نملك إلا نقول بدنا نسوي. لكن إذا أخذنا أخي محمد على عجالة، وأنا دعني أنا بس يمكن حطيت أكم نقطة هيك بعجالة يعني على عجالة، يعني مثلا خلينا نحكي بمنتهى الأمانة، اليوم إحنا بدأنا مع الحكومة هاي فلس الريف كان 24 فلس بتذكر أخي أبو مجد، اليوم فلس عفوا بند فرق أسعار العقار اليوم 10 فلسات نزل 4، وقاعدين بنشتغل اليوم على إلغائه وسنلغيه قريبا. أنا بقول لك مثل ما تعهدت أنه سيخفض تدريجيا إلى أن يزال كليا. اليوم كان فلس الريف حقيقة لا يستفاد منه للمواطنين، هينا قاعدين بنحوله اليوم للمواطن الفقير مشان يستفيد منه. اليوم في بعض السلع وإن كان غير كافي اللي إحنا يمكن يعني في إشي منها مباشر وفي إشي أجى بطريقة غير مباشرة. اليوم تخفيض أصل التقدير للعقارات هذا نقطة لصالح المواطن. انت كأنك اليوم قلت للمواطن انه انا نزلت لك الضريبة 9% نزلتها مثلا 6% على العقارات مثلا، ولكن اجت بطريقة ثانية حتى لا تتعارض مع برنامج الاصلاح المالي اللي انت ملتزم فيه. ولذلك احنا بنقول في ايجابيات قاعدة بتنعمل، لكن هذه الايجابيات لا ترتقي اليوم الى مستوى انه مواطننا يقول لك والله هذا اللي انا بدي اياه. لكنها انت على الاقل بتقول لي انت بتقول لي اليوم انه انا والله نزلت القروض السكنية عفوا قلت يلا العقارات امشوا العقارات امشوا، ما هو المواطن اللي اكل هوا لانه رفعت عليه اسعار الفائده على العقارات وما اكل هوا، ما حنا نرفع ربع نقطه ربع نقطه ربع نقطه. هاي كيف ارتفع كل قرض سكني؟ طلع القروض السكنيه طلع اليوم. لا ما بحكيش عن القروض. طيب هو انت بدي اشتري، كيف بدي اشتري محمد؟ كيف بدي اشتري المواطن؟ لا معلش بس خلينا بهاي الجزئيه، انت رحت على محل ثاني. انا بتحدث عن ضريبه العقار الاراضي انخفضت، ولذلك تم اتخاذ قرار انه سعر التقدير يعني هذا العقار اللي كان يتقدر ب 100,000 دينار خفضوا سعر التقدير تبعه صار ب 80,000 دينار. اليوم 9% من ال 100,000 دينار غير 9% من 80,000 دينار عكست على اذا استفاد منها المواطن طبعا، ولذلك عملت حركه نشاط. هذا اللي انا بقوله. اما اللي بتتحدث عنه هو تاجيل القروض، احنا الهدف كان اخي محمد يا اخوي اليوم اعاده جدوله القروض، هو بالنهايه هذا بيساعد المواطن. كيف انا اليوم عندي استحقاقات بتقول لي في علي 4-5 أقساط بهذا الشهر، قل لي بدي اراعيك انا اعطيني قسط واحد وباجل لك الباقي وبزيد لك فتره القرض، بتريحني هاي انت بتريحني شويه ماليا بتريحني بالكاش فلو المتوفر عندي يعني. طيب. ولذلك هذا ايضا اجراء دفع. اذا بتسمح لي فضل. يعني كلنا نتفق انه يعني المواطن، واكيد كنا من نعيش واحنا في النهايه مواطنين، لكن مثلا احنا كنا قبل شوي نحكي الايرادات مش زي اللي قدرناها، لكن الحكومه ما ذهبت وقالت بدي ازيد مشان الضرائب عشان اعوض الايرادات، لا بالعكس اعلننا انه لن نزيد الضرائب، بدنا نروح على التشوهات، بدي اروح على جانب النفقات بالموازن، وزي ما حكى الاخ خالد اشتغلنا مع بعض وين في قنوات ممكن نخفض فيها بدنا نمشي فيها. اليوم اذا باجي بحكي الموازنة 9 مليار صح؟ 6 مليار منها رواتب وتقاعد وفوائد، حطهم على جنب هذول وجايكوا تعقيدات جديدة رس. استنى شوي مش هسه بحكي خليك مليار منهم حوالي الدعم اللي حكينا 800 مليون واضافة له بحوالي مليار، بضل عندك نفقات الرأسمالية 1,300,000 و 700 مليون نفقات تشغيلية الوزارات. هذول النفقات التشغيلية اللي بالوزارات هذول اللي عم نشتغل عليهم نخفض. اليوم سيارات
إذا بتشوف أنا لا أذكر السنة إنه شرينا سيارات أشياء معدودة. صار في لجنة تضبط أي دائرة عندها فائض، إذا دائرة محتاجة بتحولها من الفائض. مش بس السيارات، اليوم سوينا نظام مخزون إلكتروني عم نكمل لكل الموجودات. اليوم دمجنا دائرة الشراء الموحد مع اللوازم وأصبحت دائرة واحدة. في شهر 11 القادم راح تكون دائرة واحدة عم تشتغل حتى نظام إلكتروني في المشتريات الحكومية. اليوم بدنا نشتغل على معالجة التشوهات في جانب الإيرادات وجانب النفقات، وبدنا نشتغل على النمو. ما بدنا نروح نزيد الضرائب، بدنا نروح وين في تشوهات. وحكى أخي خالد على عدة شغلات في السريف، وإحنا للأمانة تعاون كبير، وما ننساش جهود اللجنة المالية بتقرير ديوان المحاسبة، وأيضا ساهم وين في تغييرات كانت تمشي فيها. اليوم النمو الاقتصادي كثير من الأمور، يعني واحد من الأمور اليوم المديونية زادت بس حفظ ما أنا زايد زادت طيب. جزء من الزيادة واحد منها قروض للمشاريع، يعني قروض بتأخذها الحكومة بتعطيها للبنك المركزي بعيد إخراجها لمشاريع صغيرة ومتوسطة بفائدة متدنية. ولا القرض اللي أخذناها آخر واحد كيف؟ مش القروض اللي أخذناها آخر شيء؟ لا القروض اللي أخذناها آخر إشي، لا القروض اللي أخذناها آخر إشي ضمن استراتيجية الدين العام. يعني اليوم استراتيجية الدين العام تعمل على عدة محاور. واحد، تخفيض كلف التمويل، أجال القروض تزيدها عشان تريح الاقتصاد. اليوم الشهر هذا سدينا مليار، كان عندنا سند لخمس سنين سدينا، لكن أخذنا قرض مقابله بخمسة وثلاثين سنة بفائدة 4% وفترة سماح 5 سنوات. هذا ضمن استراتيجية الدين، بخفض الكلف وأيضا بريح الاقتصاد. طيب هذه الإجراءات اللي ذكرتوها اليوم، وأنا ذكرت لك في بداية الحلقة، هذه إجراءات حكومة هاني المنقي، واليوم تحصد حكومة الرزاز نتائجها وليس إجراءات حكومة الرزاز. صحيح. إحنا بلد مؤسسات، ما بنحكيش بحكومات، هذه بلد مؤسسات والإنجازات تراكمية. في قرار يتخذ اليوم أقول لك، في قرار تاع موافقة الحكومة العراقية على بناء أنبوب نفط، هذا بده يأثر على المستقبل صح؟ الإجراءات اللي بتتعلق بالمشاريع بمشاريع البنية التحتية أثرها ما بكون فورا، ما في فصل. هذا أنا بحكي ما في فصل أثر، بحكي على الإيرادات الضريبية، كل قرار أثره إيراد الضريبي اللي دخل للحكومة، هاي إجراءات ليست إجراءات الحكومة الحالية. صحيح غير صحيح؟ إيش زي إيش؟ يعني مثلا ضريبة الدخل، هذا ما هو القانون كان مقرر يعني موجود في 2018. يا سيدي برنامج الإصلاح المالي، برنامج الإصلاح المالي ما بتوقف عند حكومة، في ثوابت حكومة يعني الحكومة عندها برنامج إصلاح مالي صادي. وين انتهت الحكومة السابقة منه؟ بدها تكمل الحكومة السابقة، ففش فصل حتى نقول هذا الحكومة هاي إنجازاتها وأثرها. طيب الأثر متواصل ومستمر. دكتور خالد بدي أستأذنك، عندي جملة من الأسئلة السريعة اللي بيجاوبني عليها دكتور عز، أرجوك بعجالة بيجاوبني عليها عشان بيجاوب دكتور خالد. لا هو أنا بهمني وزير مالية هو اللي جاوب. جاهز لأنه هو اللي حمله. يلا سيدي، هو بالنهاية المسؤول. ثبات سعر صرف الدينار، هذا البنك المركزي بك. هل هناك أنت من طلع؟ لا البنك المركزي جهة مستقلة وليس وزير المالية معنا. تمام الجواب على سعر صرف، على ثبات سعر صرف الدينار. لا مستقر. طيب. لا هي ثابتة، لكن السؤال يوجه للبنك المركزي. طيب احنا انا خذها مني على سبيل المزح، في العادة لما نيجي نحكي في اي موضوع يتعلق بموضوع الخزينة والموازنة والإيرادات نقول الرواتب، في رواتب الشهر هذا ولا ما في رواتب؟ يا سيدي احنا اول شيء رواتب. انا حكيت لك رواتبنا، رواتب وتقاعد وفوائد 6 مليار، يعني قد ايه بالشهر؟ 500 مليون. هذول دائما موجودين، دائما موجودين. طيب شكل موازنة جديد، هذا كان وعد حكومي، صار ولا ما صار؟ يا سيدي ايش الجديد؟ جديد اهم شيء، وين كفاءة السياسة المالية؟ وين؟ لما تكون خصوصا مواردك محدودة بتحديد الأولويات.
اليوم وطن بحاجة لأشياء كثير، لكن وين أولوياتك؟ هل هي يعني أولوياتك؟ رح نشوف موازنة جديدة السنة الجاية. طبعا أكيد، ورح تكون اليوم إحنا عممنا على الوزارات والدوائر أن تبدأ المرحلة الأولى التمهيدية لحصر أولوياتها، كل وزارة إيش أولوياتها. هاي المرحلة الأولى المبكرة سيلحقها عدة إجراءات ومراحل حتى تصل إلى المراحل اللي إحنا بنعرف في كل سنة في شهر 11 يجب أن تقدم الموازنة للبرلمان قبل بنعم أو لا. رح تستدينوا السنة ولا خلصنا؟ نستدين ناخذ ديون من ديون، في ديون جديدة علينا ولا وقف؟ لا هاي ما بزبط. نعم أو لا؟ قول لي نعم أو لا. لا ما بزبط، لأنه لأنه الموازنة الموازنة إحنا قررناها، الموازنة 600 مليون العجز والمياه 300 900. اليوم بتقترض وبتسد، فزي ما في اقتراض جديد هلا دائما على كل شهر في اقتراض وفي سد كمان، مش بس طيب. اقتراض، وزي ما حكيت لك سدينا مليار في شهر 6 دمج الوحدات المستقله. يا سيدي هذا مهم جدا، واحنا ما تنسى انه السنه الماضيه ضمينا مش دمج، ما في هلا هاي بدا، هاي قلنا دمجنا الموحد واللوازم. طيب ماشي. اليوم ليس الدمج بقدر ما انك تضبط هاي. اليوم احنا حطينا في الموازنه حولنا 29 وحده حكوميه، صح؟ اليوم هذول كانوا قبل ضمن موازنه الوحدات المستقله، اليوم صاروا ضمن الموازنه، صار في مراقب مالي، صارت ايراداتها بدل ما كانت تروح لهذه الدائره تدخل للموازنه ويعاد تخصيصها في الموازنه. دكتور خالد، رسالة أخيرة لأنه أنا خلصت وقتي، متفائل غير متفائل؟ لا طبعا متفائل، وبدعو الكل إلى التفاؤل، لأنه بالنهاية هذا بلدنا وما في مجال قدامنا إلا أنه بدنا نحط كل طاقتنا وكل جهودنا في سبيل أنه ننمي اقتصاده وننمي موارده ونستعيد أصوله ونعزز من مؤسساته الدستورية حتى نقدر نحافظ عليه ونحفظ أمنه واستقراره واقتصاده. طيب انا بدي اشكركم ضيوف الكرام، شكرا دكتور عز، شكرا دكتور. بس ما سالتني متفائل ولا لا؟ لا انت خلص احنا اخذنا انطباع، انت اكيد متفائل. الارقام بتبين انه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس والله بموضوع الدينار يعني مهم جدا ترى، صحيح انه يعني هو عندي بنك مركزي، هو سياسه بنك مركزي، بس بالنهايه لا احنا كماليين احنا برضو طبعا انه ثابت ولا يوجد ما يقول. طبعا طبعا ان شاء الله يوجد ما يدعو للقوة. لا لا ما يوجد بقوه الدينار يعني، صح صح رساله. خلينا انا بدي اشكركم ضيوف الكرام، انا وقتي انتهى، شكرا جزيلا لكم. الى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقه الليله، نلتقي غدا، تصبحون على خير.